18 متحدثا وقفوا على منصة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم في ورشة عمل عنونت بتطوير منظومة العمل في تراحم عبر 3 محاور لبناء رؤية موحدة تسعى إلى نقل هذه اللجنة الخيرية من الرعوية إلى التنموية، وهي الخطوة الأصعب للارتقاء بمستوى العمل الخيري. أول تحدي يواجهنا هو التوافق بين اللجان كلها بحيث أن يكون عملها واحد. تحديات أخرى هي ما ذكروها الأخوان في ورش العمل من خلال تواجد البيانات والمعلومات عشان فعلا نقدم البرامج اللي مطلوبة اللي فعلا تحقق الهدف. حين ما نسعى إليه الحقيقة هو تقديم الخدمة للمستفيد. سجل التراحم خلال الأعوام السابقة من حيث عدد المستفيدين حوالي 7000 سجين وأكثر من 11000 أسرة سجين ترعاهم اللجنة من خلال تقديم المبادرات والبرامج المختلفة. احنا في هذه المرحلة في مرحلة يعني تحول من الرعوية للتنموية. تراحم طبعا قدمت كثير من البرامج الإغاثية والرعوية السابق. نحن الآن في المرحلة الجديدة في كما ذكرت في إعداد هذه الاستراتيجية وبنائها، أن يكون عملنا إن شاء الله موجه للبرامج التنموية اللي طبعا تعين وتساعد هذه الفئات أن تعتمد على أنفسها إن شاء الله في المستقبل. وتسعى تراحم من خلال هذا التجمع إلى تنسيق الجهود المبذولة بين الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى قراءة أثر الرعاية اللاحقة في استقرار السجناء بعد الإفراج عنهم. من الرياض مشعل النفيعي، يا هلا.